ازيكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. ان شاء الله النهارده نبدا تجهيزات بتاعه السندوتشات اللي هنعملها النهارده في خطوبه هدى. طيب في البدايه عايزه اقول لكم انا عملت عيد لحمه بارده ونزلت اقطعها هحطه لكم دلوقتي قبل ما ابدا في اول الفيديو دلوقتي وبعد ما تشوفوه. انا عملته امبارح بصراحه وصورته هحطه لكم دلوقتي وبعد ما تشوفوه نكمل مع بعض بقى. حبايبي كده قعدت ازود لهم ميه وحطيت لهم بقى ملح وفلفل كده تمام استووا. اشيلهم بقى واحطهم في التلاجه لحد بكره، وبكره لما اقطعهم في السوبر ماركت هوريهم لكم. شفتوا طبعا عرق اللحم اللي عملته ازاي. هنا بقى هنجهز الحشوات. دي تونه قطع. انا النهارده هعمل كذا حاجه وكذا نوع. دي التونه القطع اول حاجه انا بفتحهم اهو. صلى على النبي كده اهو. نعصر ليمون بقى كده، ليمون كتير. دي تونه قطع غير الفتفته. حطيت ليمون، دي شويه كزبره، وادي بالصلاه على النبي حبه فلفل الاحمر. اها، وفي عندنا هنا كمان حبه فلفل اخضر، نحط حبة فلفل اصفر كمان، وادي فلفل اصفر. حلو. هنيجي بقى هنا في الكبة دي هحط حبة خيار. كفاية كده مع حبة جزر كمان، مع حبة جزر حبة زيتون، وهفرمهم كلهم واحطهم عليها. بسم الله. بس هنحط لها بقى حاجة كمان أخيرة. هنحط لها تقريبا 3-4 معالق مايونيز. كده ونديها كمان معلقتين مستردة. ونقلب بقى. بسم الله. طبعا هي عايز طبق اكبر بس مش مشكله، هنحاول على قد ما اقدر اقلب وما نحددش الدنيا. يعني عارفه لو في حبه بصل اخضر بس احنا مش هنحطها عشان خاطر ايه الريحه والحاجات دي. بس كفايه كده. ده كده اول نوع. ده تاني نوع خلص، نوع اللحم خلصناه، وده تاني نوع. نشوف بقى النوع الثالث.
صلوا على النبي يا جماعه. هنعمل التونه النوع الثاني، دي التونه اللي هي الفتفته اهي، صفي بس منها الزيت كويس في الكبه. واخدين بقى كنتو هنعملها في الكبه. ادي التونه، ليمونه اهو، ده صور كريم اللي هي القشطه الحمضه، هي مش حم مش حمضانه بس هي اسمها حمضه. نحط معلقتين منها، بسم الله. هنحط كمان توست ابيض اهو، وهنحط كمان زبده، بسم الله. زبده، طيب هنقطع حتت زبده كده، مش عايزه حته دي، عايزه حته من اللي تحت دي، ايوه دي، عشان دي نوعين زبده، فانا عايزه حته من اللي عندي الحته اللي تحت. هنحط كمان شويه بقدونس، كزبره قصدي، افرمهم بقى كلهم دلوقتي. بسيطة. أفهم بقى كله. بعد ما تنعم أقولكوا هحط عليها إيه تاني، بسم الله. دي معلقة جبنة كريمية اللي هي الكيري، ممكن تحط المربعات وممكن تحط السايبة دي، السايبة دي أوفر وأحسن. واستخسار بس مش أكتر. نحط حبة فلفل أخضر. نضربهم كمان ضربة بقى. بس كده ده كده تمام. هغسل بقى الكبه ونعمل بقى فيها النوع الثالث اللي هو السيمون في مير. كده خلصت نوعين التونه، هعمل بقى ايه؟ السموك سلمون. بسم الله. مش عايزه مساعده؟ لا اهو معاه توست ومعاه الجبنه، وطبعا ايه العك ده، بس الطعم في الاخر رائع رائع والله. عصير الليمون بقى يا صاحبي، عايزه مساعده؟ عصير 60 ليمونه كده ولا حاجه. 60 ليمونه جابت كيلو عصير كله؟ هطحن دول الاول وبعد كده هطحن دول كمان معاهم، ولسه هخلي حبه سموك سلمون زي ما هم صحاح عشان خاطر ابقى زي ازوق بيهم. بسم الله. صرف ليمون يا سعاد. صرتكش واحد من عايزاهم؟ مع رشة شبت هتعتن عشان كمان برضه شوية حلوين؟ اه على قد البتاع. عصير حبة كمان. اللون بتاعه ما فيهوش أصلا مية. حبة شبت كمان أهو. عصيرهم بقى كويس أوي وأنعمهم. حط حتة زبدة. زبدة يا مصريين، نسيت أحطها. زبدة يا مصريين. بسم الله. نصلي على رسولنا الكريم. ادي السيمون في مين خلاص ضربته كده كويس قوي زي الفل، ده بيبقى رائع 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 بصراحه. نخش بقى على النوع اللي بعده نشوف هنعمل ايه دلوقتي. صلوا على النبي كده يا جماعه. توست، توست هيبقى حلو جدا في الوصفات اللي انا بعملها دي. انتوا ما تحكموش قبل ما تدوقوا، دوقوا بعد كده احكموا براحتكم، وخصوصا السيمون في مين والتونه ازاي حط عليهم جبنه وزبده اهو، والله العظيم جربوهم وهيعجبوكوا انا واثقه باذن الله. بشد طرف التوست كده، طبعا الطرف دي ما برمهاش، بنشفها وبروح طحنها اعملها بقسماط، مفيش حاجه بتترمي. حلو كده تمام قوي اهو. كده التوست بقى هفرمه الاول. صلى على رسول الله يا جماعه كده. حلو قوي كده. بعد ما فرمت التوست دلوقتي بقى ابتدي ازود الحاجه اللي انا عايزه ازودها كلها عشان خاطر ابقى ماشيين معاكم خطوه خطوه. كده جهزنا السيمون في مية وحشوه التونه وحشوه التونه الثانيه، وكمان جهزنا اللحمه البارده وكمان ظبطناها وبقت زي الفل. ادي كده التوست، نحط بقى كمان فوقيه جبنه كريميه اهي، دي جبنه اللي هي الكيري
انا جايباها سايبه من عند السوبر ماركت. ممكن تحطوا المربعات لو انتوا عايزين، بس انا بكتفي بالسايبه دي، بتبقى حلوه ورخيصه بصراحه. واروح حتى بقى ده نعمل الجبنه الريكفور، بتبقى حلوه 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 مع التوست والزبده والجبنه، بتبقى فظيعه بجد. انا يا جماعه اتمنى تجربوها بالطريقه دي، الناس اللي بتحب الريكفور حلوه قوي. صلوا على النبي بقى كده يا جماعه، اهو نحطهم بقى كويس، نحط حته زبده كمان معاهم بالطعم كده، بتدي الحاجه طعم حلو قوي. بعد ما نطحنهم كده مع بعض نروح مزودين زبده اهو كده، زودنا الزبده معاهم كده كله تمام بالصلاه على حضره الجمال النبي اهو. نفرمهم وكده خلصنا صوص الجبنه الريكفور، كمان نفضيه بقى في الطبق اهو. طعمه بقى مش قادره اقول لكم على جماله ولا على حلاوته ولا على طعمته ولا على ايه بالظبط، انا مش عارفه بصراحه، بس بامانه يخطفك خطف حلو قوي كده. تمام نظبط بقى الدنيا كده اهو، حلو قوي. بصوا بقى لونه ولا طعمته بقى وحلاوته، اوه ان شاء الله هبقى افصص لكم الوصفات دي في كل واحده في فيديو واحده. بعدين نجهز بقى الصوص اللي احنا هنحطه تحت اللحمه البارده، واحنا مش هنسيبها اللحمه بارده كده، مش هتتبلع حتى على الاقل. حطيت كاتشب وده زيتون وجزر فرماهم، وطبعا انا مخليلاهم ونزلت لكم الفيديو بتاعهم، ودي كزبره خضراء، وهحط مايونيز وكمان معاهم مسترده. ادي المايونيز اهو حلو قوي كده، ومعاهم مسترده من السفره دي شويه كده. ادي البرطمان خلص، نطلع البرطمان التاني ناخد منه حبه. طبعا لو الحاجات دي عملتيها وفاضت منك بتحطيها في التلاجة او في الفريزر وتقدر تستعمليها بعد كده. وادي المسترده، حط بقى حبه ملح كده ونظبط الفلفل بتاعها، وده الصوص اللي احنا هنحطه تحت اللحمه البارده، بيبقى رائع يا جماعه وحلو قوي. ممكن تحطي تحت البانيه، تحت الفراخ البارده، ممكن تحطي تحت البوفتيك، حلو قوي. نبتدي بقى نحشي السندوتشات دي، تونه اهي، تونه عليها كل حاجه، مش محتاجه ان انا ازود لها اي حاجه. بحط بس في السندوتش شويه خس، خس كابوتشا مغسول ومتقطع صعقب بتقطعه اهو، واروح حاطه التونه كده جواها. صلوا على النبي كده يا جماعه. وادي الساندوتش بتاعته، العيش ده انا جايباه جاهز من عند مخبز لطيف وسيلي، بتحجزيه قبلها بيوم. ده اسمه خبز بلح، في خبز سواري بيبقى كبير شويه لكن ده اسمه خبز بلح. بصوا قد ايه، بصراحه جميل جدا وحلو قوي. جبت ال 500 واحد ب 350 جنيه، مش خاطر لو حد حابب يعمل بتتصلي بيهم، وانا جبت رقمهم من على جوجل، اتصلت بيهم حجزتها ما روحتش بنفسي، اتصلت حجزتهم من على جوجل ورحت خدتهم في الميعاد اللي لقيتهم جاهزين وحاضرينه زي الفل. ادي كده التونه، كده احنا عملنا تونه. نحشي بقى نوع تاني، نشوف هنحشي ايه نوع تاني. ده واحد تونه كمان اهو كده تمام قوي. ونحط بقى جوه واحده، كل واحده جزرايه، خيارة مخلله، زيتونه المتاحه عندنا. هنا بقى ايه، ده سمون في مي اللي هو في ايدي ده اهو، بصوا حلو قوي بصراحه فظيع. وحط جوه جزرايه مخلله برده، طعمه كان مزز قوي، حلو قوي مع الليمون والشبت والتوست والزبده، كان فظيع. انا حطاه بصراحه في كيس يسهل عليا المهمه احسن من المعلقه، ان هو سايح وكريمي كده، فالكيس كان الطف واظرف واسرع كمان. طبعا في حاجات لازم تحضريها قبلها بيوم زي ما انا كنت عامله، الا هتلاقي نفسك لابسه في الحيطه في نفس اليوم. دي تونه اللي هي التونه اللي احنا فرمناها، برده سندوتشات اهي حلو قوي، ممكن تستعمل دي. الله 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 يا اختي يا اختي، جميل كان حلو قوي بصراحه. البوفيه ما شاء الله كان جميل حلو قوي. ليش طبعا هم مش فاتحينه قوي فانا بعيد فتحه اه. ده بقى المايونيز انا عملته معاكم بالجزر والحاجات اللي احنا عملنا اخر حاجه. وادي اللحمه البارده بس دي الكبيره طبعا، اروح اسمها اتنين كده اهو، واروح حطاها جوه كده، ومعها بقى حته حاجه مخلله اي حاجه. وحتى لو ما حطيتش حاجه مخلله، المايونيز بصراحه قايم بالواجب. نكمل بقى بقيه السندوتشات كده بنفس الطريقه، ناقص بقى التوست اللي هو هنقطعه لسه، يبقى كده ايه خلصنا السندوتشات كلها. صلوا على النبي يا جماعه. كده جبت التوست، بصراحه انا جبته جاهز، انا ما عملتهوش المره دي ان ما كانش عندي وقت وكنت تعبت بصراحه، الموضوع كان مرهق عليا شويه، بس الحمد لله انجزت وشرفتهم قدام العالم كله بصراحه. كده بقى قطعت الطرف كلها بتاعه التوست، وبقطعه زي ما انتم شايفين اقطعه مربعات. واحده تقول لي صدفه، طب ما تحشي اتنين على بعض وتقطعيهم، جربت وهتشوفوا دلوقتي بتلزق كده وبتليط وبتتحروس من الحشو، فمش حلو كده. الطف ان انا اعمل اتنين اتنين كده، بصراحه جميله. انا ساعات كنت بقعد اقطعهم بقطعات السبليه، يعمل بقى اشكال دبدوب ومدور وقلوب وكده، بس طبعا مفيش وقت للكلام ده، الكلام ده لما يكون عيد ميلاد بقى وما اكون مش فاضيه وكده اهو. صلوا على النبي يا جماعه كده اهو. وادي الخله فوق كده، المايونيز في النص،
وفوق حتة اللحمة الباردة، وهنحط مخللاية كده فوق على الوش. صل على النبي اهو كده، حلو قوي قوي قوي. ادي الخيارة، نحشي واحد كمان اهو، نحشي ايه دي بقى، جبنة ريكفور اهي حطها في الكيس، بصوا اهو واحدة فوقيها، ونحط واحدة جبنة كمان فوقيها، ونجيب حتة لانشوناية، ممكن بدل الجبنة ريكفور تعملوا جبنة نيستون اهو. ادي كده اهو، حلو قوي كده، نغرزها كده، حطنا كده ملفوفة كده، حلو. او ممكن بقى زيتونة اي حاجة فوقيها، ممكن متحطوش براحتكو، بس بتدي طعم وشكل، واحد يحطها في بقه مرة واحدة كده. نحط برضو حتة لانشون فوقيها، الصلاة على النبي كده، وكده تمام تمام تمام. حلو قوي كده، شكلها لطيف بصراحة، وطعمها لطيف قوي قوي قوي. ده بالنسبة للناس اللي بتحب الجبنة الريكفور، جربوها تعجبكم ان شاء الله، وانا واثقة باذن الله. وبصوا حلو قوي كده، عملنا التونة وعملنا اللي بتجيبنا الكفول. نعمل بقى ايه، دي تونة من اللي هي اللي كانت في دي كلها التونة العادية، نحط بقى دي، انا مش شايف ايه ده، اه دي تونة من اللي هي المضروبة في الخلاط، وفوقها على الوش تونة من التانية. بصوا بقى حلوة ازاي، حلوة حلوة يا ولاد اهو، حلوة قوي كده. نجيب بقى خلة كمان اهو، ممكن تخلوا الحشوة في النص، بس اقطع بقى الاثنين دول، وهوريكم بقى دولك اهم، هعمله سموك سموك سلمون اللي هو السمون في ميه، بس برضو هتلاقوا هتشوفوا انا بقطعهم عاملين ازاي. دي حشوة على بعضها، الحتة اللي احنا ضربينه في الكب اهم، ده بقى طعمه رائع، انا بحبه بصراحة. فاض منه حبة صغيرين، خليتهم في علبة، قلت باكل منهم. صلوا على النبي كده يا جماعة اهم، قلت حتة كمان كتروا كده ما تستخسروش كده، حلو قوي. ادي نحط بقى فوق على الوش كده، هحط شرايح سمون في ميه، شرايح كده، شرايح شرايح شرايح، وهحط فوقيهم قطعه خبز تانية، اللي هو ده هيبقى ثلاث طبقات، بدل طبقتين خبز هيبقى ثلاثه، برضو لطيف وظريف وحلو بصراحه. بصوا بقى شرايح كده ايه، انا كنت طبعا شايله كيس، قلت اخليه عشان خاطر ايه ازوق منه كده واخليه على الوش، حلو قوي كده. حط بقى طبقة الخبز التاني، وابتدي نقطعه رشة شبت، وممكن عصرة ليمونة، ادي اهو يبتدي بقى ايه نقطع، نحط هنا على الوش برضو عشان يلزق السموك في ميه، السمون في ميه او السموك سلمون زي ما بتقولوا عليه، زي ما تحبوا اهو كده، حلو قوي. ابتدي بقى نقطع بقى كده، عايز اقول لكم اتقطع بالعافية واتهرى، وكانت حاجة وحشة قوي، لكن لما بقطعه الاول بيبقى لطيف بصراحه، وبيسهل عليا حاجات كتير قوي اهو كده، حلو قوي. صلى على رسول الله يا جماعه كده اهو، بصوا بقى مش حلوه خالص، بصوا بقى عملنا اهو منه، بقيت اقطع اربعات احسن بصراحه، سهل عليا كتير. نبتدي بقى نخلص كله. صراحه انا كان نفسي اعمل توست اكتر من كده، انا عملت اربع سرافيس تقريبا، والتوست اللي عندي خلص، ما لقيتش تحت في السوبر ماركت اهو، حلو قوي كده اهو. نقطع بقى، نقطع الناحية التانية كمان اهو كده تمام. اشتغل بقى براحتي، واشتغلوا بقى تقطعوا مثلثات، مربعات، تجيبوا فرم تقطعوا بيها، عودة بديب، أرانيب، زي ما تحبوا. ممكن تحشوا جبنة رومي، ممكن تحشوا الحشوة اللي انتوا عايزينها حلو قوي كده بصراحة، كان لطيف لطيف قوي ونحط بقى الطبقة التانية ونخلص، وهكذا على كده. دي بقى بسطرمة، انا فتحت لانشون، لكن دي بسطرمه بقى، حطيت بسطرمه فوق الجبنه، وفوقيها الخبز، وفوقها حته المخلل، ما حطيتش طبقه تانية اهو، حلو قوي كده. بالصلاة على النبي، صلوا على النبي يا جماعه كده، كده يعتبر خلصت اصلا. هوريكم بقى المعجنات في فيديو لوحدها، عجن هتشوفوها دلوقتي لما رصيت البوفيه، مش انا اللي رصيته طبعا، محمد انا عملته ومحمد رصه كده تمام تمام تمام، حلو قوي كده تمام. بالصلاة على حضرة جمال النبي اهو، نحط بقى الخلة كده على الوش، وحتة الطبقة التانية الجبنة، وخلاص ما حطتش حاجة تاني، ما حطتش طبقة خبز تانية اهو. بصوا لطيف ازاي وجميل بصراحة، كان طعمهم حلو قوي. البسطرمة دولك انا اللي خلصتهم تقريبا حلو قوي كده، بس كده اهي، هي دي، شفتوا بسيطة وسهلة ازاي. كل طرف الخبز دي طبعا مش هرميها زي ما قلت لكم.
صلوا على النبي يا جماعه كده، ودوا دعوه حلوه كده من قلبكم. وادي البوفيه، دي ميني بيتزا، ودي السندوتشات اللي انا عملتها بصوا، وادي كمان اهو السندوتشات بصوا، بسم الله ما شاء الله، كل اعوذ برب الفلق اهو. دي معجنات برده انا عاملاها، ودي وده برده معجنات انا اللي عاملاها. هنزل لكم الفيديوهات بتاعتهم كلها. بصوا حلو قوي، بصوا بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وادي البيتزا وكل حاجه. اتمنى تكون الحاجه عجبتكم، واستنوا فيديوهات بقيه الوصفات، ولسه الجاتوه طبعا. اشوفكم بقى على خير، ودعوه حلوه كده من القلب ليا، ودعوه حلوه لفا بنتي، والسلام عليكم. I'm gonna make you mine. 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 I'm g